يعني كل الأحاديث الواردة في دعاء ثابت في رمضان فيها كلام، وأحسنها حالا هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ولو دعا الإنسان بأي دعاء، لأن دعوة الصائم مجابة، فلو دعا الإنسان بأي دعاء، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم نسألك الجنة وما قرب من قول وعمل، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم وفقنا وتحب وترضى، أي دعاء ادعو بأي دعاء، ولكن الأقرب هو ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله تعالى.